ولسانك الحسن المنطق الذي به تأهلت بالحق لملكوت سماوات وفردوس حتى اعترفت بالمسيح المصلوب بالجسد ملك السماء وإله متجليا على ترقب في مجدي أبي بل رأيته معلقا على الإكرام فلوقتك صرخت قائلا لما
رأيت السماء والأرض اضطربتا والشمس والقمر أظلما والأموات قاما والصخور تشققا وستر الهيكل الشاق فلوقتك صرخت قائلا اصغرني يا رب ما تجدت في ملكوتك اصغرني يا قدوس ما أنت اليوم تكون معي في فردوسي وترس ملاكم قال واللص صرخ قائلا اصغرني يا رب ما تجدت في طوباك أنت يا دماس اللص أكثر من كل من عالى الأرض لأنك نلت وسيلة لم ينل أحد قال كل زمانك كنت لصا في غابة أورشليم وبكلمة واحدة قلتها أرسلك إلى الفردوس اذكرني يا رب ما تجدت في ملكوتك
خشبة الصليب صلبوا معه للصيم عن يميني وعن يساري فصرخ دمسك للصنيامين قائلا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له مخلصنا انك اليوم تكون معي في فردوسي وتتنعم في اذكرني يا رب نحن نطلب إلى الذي رفع على خشبة الصليب وبذل دمه الإله عنا وابطل الموت بموته أن يغفر لنا خطايانا ويحفظ لنا حياة أبي البطريرك أنبا طوادروس وسادة الآباء المجتمعين في هذه البيعة وكل بيعة من صغير إلى كبير كونوا كلكم